السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا سيادة المدير العام. كيفك عمو؟ رجلي عم توجعني. سلامتك. أعطيني الطبلة تبعك. على عيني. خير خير، شد حيلك. عليه العافية إن شاء الله. الله يعافيك يا رب. هذا كسر متبدل بالساق اليمنى، بس ان شاء الله خلال فتره قليله كثير بترجع اجره لوضعه الطبيعي وبيزول الالم ان شاء الله. الله يطمنك فيك. اخي ابرامي لو سمحت لي عرضك كلمتين على الفراق. ايه على عيني. عن اذنك اختي. تفضل. معافى عمو. الله يعافيك. انا مقدر مشاعرك ومشاعر زوجتك. ضل غالي، لكن الحادث صار قضاء وقدر. على كل حال بتمنى انه ننهي الامور بيناتنا بدون شرطه وبدون محاكم، والمبلغ اللي بيترتب علي انا جاهز. شكرا لك. انا ما مخبي عليك، لما عرفت انك مسؤول قلت لحالي لحقنا ضاع، ومو بعيد انك تلبس ابني يكون هو سبب الحادث. لكن بعد اللي شفته منك واللي سمعته عنك انا تنازلت عن حقي. والله يعافي لك ابنك ويطمنك عليه. طبعا انا بشكرك كثير على مشاعرك. تفضل. بس انا مصر انك تطلب المبلغ اللي بتريده وانا جاهز. دكتور احمد، فلوس وناموس ما بيجتمعوا. ارجوك تقبل مني هدول ولا تعتبرهم حق تنازلات. لا ابدا، هدول مصاريف لرامي لبين ما يسترد عافيته بالسلامه ان شاء الله. بالنسبة لتكاليف المستشفى والعلاج اتركها لي. أرجوك تضل كريم معي للآخر مثل ما كنت كريم معي بالأول. استغفر الله العظيم. أنا مرة تانية بكرر لك أسفي. المثل يقول رب ضارة نافعة. شو قصدك؟ قصدي إنه ابني رامي منغص علي حياتي وجنني. لا شغلة ولا وظيفة. ما له شغلة الله وكيله غير السهر لنصاص الليالي والتدخين مع رفقاته. الله وكيلك معجزني. بعمول لحالي اذا ممكن باعتبارك مدير اكبر شركه بالبلد بركي بتقله شي وظيفه عندك. يعني بترجاك حي الله شغله تكون، المهم انه يسحب مصروفه ويفكر بمستقبله. تكرم عينك. بس يتحسن رامي مروا لعندي على المديرية وبعمل جهدي اني ادبر له وظيفه. كتر الله خيرك، الله يكتر من امثالك. ولو يا اخي ابرامي هذا واجب، المهم انه يقوم بالسلامه. الله يخلي لي اياك. الله يعافي لك يا اخي. السلام عليكم. يا مان الله، مع السلامه. الله يصلحك على العملة. أمو أنا شق دوحة هو اللي أحط. شنو؟ شق دوحة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شلون الجرح هلا؟ جرح عم يجعك؟ كثير. ما أعطوك إبرة؟ أعطوني إبرة طويلة هي. هلا بكمل وجهك. شلون رامي؟ أحسن الحمد لله. واهله ما راح يشتكوا عليك. خير 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 ان شاء الله. بابا هذا الاكل احسن لك من هي. احسن. انا رايح على الشركه، بدك شي بابا؟ هلا انت. شو؟ هلا انت. بس لو اعرف امك على شو متوحمه. مرحبا عمو. اهلين اهلين عمو، حضرة الملائكة. ها هي راح اترك لك احلى ممرضة يا بابا. طبت؟ الحمد لله على سلامتك يا طارق. الله يسلمك. شلون شايف حالك هلا؟ ما تحسنت؟ احسن. يلا يلا شد همتك وما تقضيها بالفرشه. انت نسيان انه الفحص على الباب؟ لا فحص على الباب ما بلحق. الا اسيدي صدقني بتلحق، اذا نظمت وقتك بتلحق. بعدين اي مساعدة انا جاهزة، واي شيء ناقصك من عيوني. عيوني؟ شوفي لي ابي راح. لك ايه راح؟
يسلموا لي عيونك. خي شوكولاته سلم. هلا ما زال الجماعه سقطوا عن حقهم، انت شو اللي مضايقك؟ اكيد الطبيب الشرعي رح يعطيه اصابه فوق الشهر، وبهالحاله رح تتحرك ضد طارق قضيه الحق العام. ايه ما مشكله، هي بتحلها. شلون؟ شو مانك ناوي تحكي مع حدا؟ طبعا لا. معقول؟ معقول انت يا احمد؟ هذا ابنك اللي انضرب ما له ام واب؟ والله ماني عارف شجعك على هذا الموقف ولا لومك عليه. انا مشكلتي ما عادت عن طارق، طارق شو ما كان الحكم بيتحمله. المشكلة عند الست أميرة، هذيك اللي مهددتني. إذا انحبس طارق قال تترك البيت وبتمشي. حلو. وينك؟ تجي بتسكن عندي وبتساعدني بالطبخ والغسيل. راح الشر. اهلين اهلين. الحمد لله على سلامتك يا استاذ طارق. على مالك استاذ ممدوح، على مالك. شلونك هلا؟ طمني. شوف يا استاذ طارق، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا مستعد طالعك منها مثل الشعره من العجين. وإذا بدك كمان منحط الحق عليه. أيه. ومنطالبه بعطل وضرر. بس أنت وينك؟ حط عينك بعيني، لا تخاف. كل شيء بنحل بالمصاري. لا تزعل عليه. كله وفى ودين حتى دموع العين. الحمد لله على سلامتك. سلمى. ما بصير اقول لهم اني انا كنت عم بسوق، انا مستعد ضحي حياتي مشانك، بس ما اشوفك زعلان ومهموم هالقد. تسلم يا ابو صالح، طارق بخير. شو رايك نروح نشق عليه استاذ؟ كون تروحوا انتوا اثنين وتتركوا المكتب؟ طيب واحد منا بيروح، بس يرجع بيروح الثاني. وامل هون. طيب مثل ما بدكم، كتر خيركم. شكرا. تفضل. طولي بالك اختي، اكيد ابوه ما راح يتركه، هلا بيكون حكى مع الكل مشانه. منين اجتنا هالمصيبه؟ احمدي ربك اللي هيك مو غير هيك، منيح اللي ما انشل او انصاب بشعاعها مستديمه. الحمد لله، لما كان بابا يحكي معه كنت تدافع عنه. بس مها مو وقتها هلا. طمن يا ابني، رامي بخير. أمو أنا مالي عرفان شلون تعتذر من لك ومنه. على كل هلأ يلي صار صار، ولازم تعرف يا ابني إنه السرعة هي سبب كل المصايب. فرجاي إلك إنه تاني مرة بتسوق سيارتك سوق على مهلك، لا تسرع. كيفك أمو؟ الحمد لله. هذا مو أخذي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامتك طارق، شلونك؟ الحمد لله. طارق مين هاد؟ ماما؟ أنا. مين هاد؟ إذا قلت لك ما راح تصدقي. مين؟ هذا أبو يا رامي. مين يا رامي؟ أبوه يا رامي، رامي اللي دعسته بالسيارة. أبوه للولد اللي دعسته بالسيارة؟ وليش جاي لهون؟ هددك شي ماما؟ هددني ولا ما هددني؟ لكن ليش جاي؟ هاي جاي اطمن على إصبعتي. ما قلت لك أبو طارق راح يتصرف. شلونك أخي الله؟ الحمد لله، طول الليل وهو ينوف علي. ابره طويله فايته، ابره طويله طالعه، واحمر واخضر واصفر. تعرف اخي، مو ناقصه غير ريشه من دنب شجاجه بتطلع هندي احمر. تاني مره البس كتافيات وخوذه حتى قد ما قلبت السياره ما بصير لك شيء. خلص بقى مها، المهم الحمد لله على سلامتك. يسلمك. شد همتك طارق، بدنا نجوزك، مو حلوه نجوزك واصبعتك عم تجعك.